وبمناسبة اليوم الوطني السعودي 91، شارك تلفزيون البحرين في الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة عبر باقة من البرامج المباشرة والتغطيات والنشرات الإخبارية، إلى جانب المشاركة في عدد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية المشتركة مع الأشقاء بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. وبث تلفزيون البحرين برامج خاصة ومقابلات وأغنيات وطنية على مدار هذا اليوم، مشاركة للأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفال باليوم الوطني 91، انطلاقا مما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وطيدة ومصير مشترك واحد، واعتزاز بالعلاقات الأخوية الوثيقة والمتميزة بين المملكتين.